الانطباع الأول مشاهدينا بحسب معظم الأبحاث هو الانطباع الأكثر تأثيراً، وصعب نحصل على فرصة ثانية عشان نغيره، سواء في مكان العمل أو لما نتعرف على أصدقاء جدد. بحسب الأبحاث في علم السيكولوجي، إحنا نكون انطباعات أولية طويلة الأمد عن الآخرين بسرعة تبعاً لسلوكهم، يعني في خلال أول 7 ثواني لما نقابل شخص جديد، ولما نعطي الخيار بين أنه نغير انطباعنا الأول عن الشخص أو نلاقي سبب ومبرر لهذا الانطباع، حنختار إننا نثبت إنه رأينا هو الصح. الانطباع الأول يتكون من شقين أساسيين. أول شيء التواصل الغير اللفظي من خلال الشكل الخارجي، لغة الجسد أو حتى الهاندشيك، السلام باليد، والتواصل اللفظي من خلال كلامنا معهم واستماعنا لهم. على فكرة، أول 10 إلى 20 كلمة نقولها تحدد كثير من الانطباع الأول. حتى أعتقد كلمة مرحبا أو هلو أو في البداية إيش تختاري تقولي يعطي انطباع. فعشان نتكلم عن أكثر عن هذا الموضوع، حتنضم لنا الترانسفورميشنال كوتش أماني موسى. يسعد صباحك يا أماني. أهلا وسهلا فيك. أديت انطباعك كويس لما سلمت عليكي ولا؟ جدا. طب الحمد لله. الحمد لله. والوقفة أكيد. طب خلينا نسأل، هل بالفعل نكون فكرة عن الأشخاص لما نقابلهم لأول مرة من أول 7 ثواني؟ صحيح. لأنه منكون هيدي الانطباعات من خلال تخزينها بعقلنا الباطني، اللي هي الصورة النمطية، يعني عبر التاريخ والإنسانية نحن صرنا نجمع وجوه وملامح ومظهر معين. فصير أول ما منشوفهم أرادي عقلنا الباطني مقرر هن شو وبأي خانة حطيناهم من الشخصيات. عشان كذا أظن نعطي انطباع سريع أول ما نشوفهم، صح؟ ما نعطي فرص. صحيح. هو عقلنا الباطني أرادي مخزن هاي المعلومات، على فكرة بكل قراراتنا مش بس بالانطباعات. يعني مقرر عنك أوتوماتيكيا. هون أنت بدك تتحكمي بهالموضوع. طب في شيء اسمه الباور بوز. صحيح. كيف نسويه وايش هو بالضبط؟ هو في عدة حركات، بس الباور بوز هو اقواهم، خصوصا اذا انت عم بتقدمي شيء او في مادة عندك او افتي حبيتي تحكي مع حدا. خلينا نشوفه احنا على انا وياك رح نعمله. اوكي يلا. الباور بوز هو اول شيء انه تحطي ايديك واجيك، لازم يكونوا جالسين ومش كثير مفرقين، شوي ممكن تضميهم. الباور بوز لما بتحكي هيك بتتحكمي بايديك، بتتحكمي بنبرة صوتك، وتتحكمي انك شو، انك جلستي ظهرك. بس لو احد شافني واقفة كده حيقول هاد مين حسب نفسها؟ لما بتوقفي وبتتكلمي كل شيء أكيد بيكون مدروس بطريقته. أوكي. فأنت أول ما بتجي بتتكلمي وهيك عم تعطي انتباه، وعم تعطي كمان أنك أنت واثقة باللي عم بتقدمي وعم بتقولي. أصلا هذا بوز وندر وومن ولا لا؟ بالضبط موجود. That was in one of the TED Talks، وهو من أقوى الحركات. الحركات التانية كمان نحن واقفين أنه إيدينا. أوكي. ومن طقطق صابيعنا ومن كل بأظافرنا، ومنوقف جالسين. لا نوقف هيك مثل ما قلنا، يا بالباور بوز اوكي يا اما منضمهم لبعض. اوكي تمام. انا اسوي كذا في البرنامج عاده. ايه اكزاكتلي. طيب انت عندك محضره لي اختبار صح؟ نعم. اوكي يلا انا جاهزه. الاختبار هو كمان الانطباع الاول، يعني بتشوفي هدول الوجوه اللي امامك على الشاشه. أوكي. اول ما بتشوفيهم قولي لي مين فيهم اللي بتحسي ممكن توثقي فيه، اي او بي؟ بي اكيد. اوكي. وثاني صوره، خلينا نشوف ثاني صورة. والله على طول أول فكرة بتجيكي. أي. أوكي. ثالث صورة. بي. أوكي. هيدا اللي شفتيه إنه هني على ثقة، هيدا ممكن يكون شخص على ثقة. خلينا نشوف النتيجة. أوكي. هي الأشخاص اللي أنا اخترتهم تقريبا في كم واحد كان العكس؟ والله أي واحد. اللي يمكن الأول أو الثاني. اوكي انا أوكي. انا عموما اكثر شيء طلعت فيه الفم. صحيح. والابتسامه. نعم. اللي حسيتهم مبتسمين شويه على طول وثقت فيهم. مش شرط. الشرط انه بيكون في ملامح حاده، الجبهه عريضه، الخدود عاليه، والعيون ضيقه. هيدي الانطباعات اللي نحن كونناها عن الانسان انه هيدا على الثقه. اوكي. بس اكيد فينا نثبت العكس للناس لما تشوفنا باول انطباع. طب انا وشف هلا كنا بنتكلم أماني إنه أوقات يكون مثلاً في ناس خجولين أو مثلاً ما تعرف كيف تقدم نفسها، ويكون مرة جداً مهم إنه تعطي انطباع حلو. كان مثلاً عريس راح يخطب واحدة، أو مثلاً واحد رايح انترفيو. المهم كلنا نبغى ندي انطباع حلو، فإيش هي مثلاً الأشياء لو في سيمبل ستيبس نعملها عشان ندي هذا الانطباع اللي مستحيل هذا الشخص ينساني؟ على طول إنه نحنا
إن كان هيدا الشخص كون فكرة علينا أو عنا بعض المعلومات إنه ممكن يكون شخص فكرة علينا من خلال شو؟ من خلال مشاعرنا. بدنا نتغلب عليه. وكيف نتغلب على المشاعر؟ إنه بدل ما نقول أنا حاسة بالخوف وأنا عم بتوتر ويمكن يشوفني هيك، أي شيء بتقوليه لنفسك سلبي الإنسان اللي أمامك رح يحس فيه سلبي. ليه حيحس فيه؟ لأنه علميا أنت عندك ترددات للطاقة. في energetic vibrations أنت بترسليها. لما بترسلي هيدي الترددات كل شيء بالطاقة وكل شيء نحن عم ناخده ومنعطيه، أنت عم تعطي هذا الانطباع. فأنت كيف تتغلبي على ترددات الطاقة؟ بدل ما تقولي وتحسي أنك أنت متوترة وخايفة ورح أفشل أو مش رح يتقبلني هالعريس أو مش حيتقبلني هالشخص، تقولي العكس. العكس. العكس هو أنه أنا على جهوزية تامة. أنا عندي ثقة بنفسي، أنا عندي أنا بتمنى أنه هذا الشيء يصير معي كذا كذا. هذا التغلب هو على العقل الباطني اللي أوريدي كمان، مش بس الصورة النمطية، الأفكار النمطية اللي نحن سجلناها عنها. مليون في المية. وأعتقد كمان أمانة يعني إذا أقدر أضيف على كلامك، إنه إذا إحنا نبغى الناس توقف تطلق أحكام علينا، لازم إحنا ندرب نفسنا إنه نوقف كمان نطلق أحكام. يعني هو شيء متبادل تحدي. بس المشكلة يعني قد ما نحاول إلا ما نطيح في هذا الفخ إنه إحنا نطلق على أحكام. فكيف ندرب نفسنا إنه إحنا يعني نعطي فرصة للناس؟ هي للطرفين، الطرف يلي هو هلأ منتظر إنه شو الانطباع حيكون عنه. انك تتحديهم بحيث انه لو اخذين انطباع عنك انه ما عندك ثقه بنفسك او متوتره او خايفه او انت كسوله، بتعطيهم انطباع العكسي وبتقولي لنفسك هيدا الشيء وبتسجلي. اما الطرف الاخر اللي هو كمان عم بيحكم عليك لانه اوريدي مكون فكره بالخانه اللي حطك فيها، هو كمان عنا خصلة، عنا عادة إنه نحنا بدنا نثبت نفسنا إنه نحنا صح. يعني أنا كونت انطباع سلبي عن الشخص أو حتى إيجابي، بدي أثبت لنفسي إنه أنا كنت صح إنه أنا كونت هالانطباع. فشو بتعملي؟ بتتحدي نفسك وبتقولي أوكي هو مش ما عنده ثقة بنفسه، فبتسأليه أسئلة شو بالنسبة له الثقة بالنفس؟ شو ممكن تكون؟ بدل ما أنت بدك تثبتي إنه أنت الصح إنه هو عديم الثقة. بس ما تحسي أماني إنه أوقات تقدري تقرأ الشخص، فمثلا من أول قاعدة تقدري تعرف أو تاخدي انطباع عنهم؟ هيدا هون دخلنا بالحدث. الحدث غير الانطباع. الانطباع كتير في حكم، في جادجمنت. الحكم هيدا قلنا جاي من العقل الباطن، انه خلص سجلنا الناس حسب مظهرهم والماركات اللي بلبسوها وكيف بيحكوا، سجلناهم بخانه خلص قضينا عليهم. اما الحدث انه ايه انت حلو انك انت يكون عندك كمان توثقي بحدثك، وبس دائما كوني مطلعه وكوني انت اللي عم بتشوف الموضوع اللي بسموه اكتيف ليسنينج. يعني كوني مستمعة عشان تاخذي كل المعلومات وعلى أساسها تقدر تتعاملي مع الشخص. طب أنا خبصت أول انطباع، ماني شاربة قهوتي، ما نمت زي الناس، ماني مزاجي اليوم ما هو مزبوط، كيف أقدر أضبط هذا الانطباع؟ هيدا بتزبطي الانطباع أول شيء قبل ما أنت بدك تدخلي على المكان، حاولي تلاقي مكان تتخبي فيه. كوكيز أخذ معي كوكيز، تقلي تشربي اللي براحك. بس أهم شيء أنك أنت تكوني بمكان مغلق مع نفسك لحالك انت، وتصرخي بصوت عالي انا بطلي او انا رائعه او انا جميله بصوت عالي جدا جدا جدا. هاي بسموها ذا تشامبيون موتو. سو بتحسي انك حالك بطله مثل الرياضيين ما بيعملوا بالضبط، بتعملي هيدا التمرين. خاف يطلقوا علي حكم انه انا مجنونه بعدين اذا شافوني. انت لوحدك بتعمليه قبل ما تقابلي هيدا خلاص الشخص. اهم شيء لوحدكم لا تنسوا. اوكي ليه؟ لانه علميا لما بتعملي هيدا الشيء التوتر والخوف الكورتيزول ليفل كثير بيعلى، فهون عم تزيد القلق. انت بدك تعلي التستاسيرون ليفل اللي هو بيعطيك الطاقه وبيعطيك الحماس وبيعطيك الثقه العاليه. اول ما تصرخي هذا الصوت وتصدقي نفسك على طول الهرمونات الايجابيه بتطلع. طب اماني في ناس تحسيهم انه مو فارق معهم الانطباع الاول، هو هذا انا، عجبك عجبك ما عجبك بلاش. هدول عندهم ثقة في النفس ولا عندهم يعني ايش تصنفيهم هذول؟ خلينا نطلق احكام. هدول هن رهينة يعني شو النتيجة؟ خلص هن متحملين مسؤولية النتيجة. يعني هذا اللي بقدر اقوله انه هن مش ثقة بالنفس، هي أكثر كمان الحكم على نفسهم أكثر من هو الآخر. يعني خلص أنا عارفة نفسي ما أحتاج أحد يطلق علي أحكام. نحن بني آدمين لازم على طول ننمى ونكبر ونغير أشياء من أنفسنا لحتى شو نقدر نتطور بحياتنا. إذا ضليتك
مكانك وحاطة هيدي الفكرة ما رح تقدر تتطوري وما رح تقدر تدرس الشخص اللي قدامك. يعني أعترف لك اعتراف، أنا عندي شوية هذا الشيء، أنه أوقات أحس أنه خلص ما يهمني، يعني أنا بكون نفسي، بس في نفس الوقت اكتشفت أنه أنا ماني عايشة في الحياة الحالية، أنا لازم أعطي انطباع جيد لأنه أنا عندي وظيفة، عندي ناس أقابلهم رسمياً، ممكن أخسر أشغال لو الناس مثلاً ما حبتني. يعني الحياة أوقات ننسى الناس أنه خلاص أنا أبغى أعيش حياتي أبغى أسوي اللي أبغاه، بس لا، هي الحياة مو كذا، في ناس كثير لازم ندي انطباع جيد، وخاصة أنه بعد ما جبت بنتي اكيد ابغى انطباع كويس في المدرسه وابغى اعلمها هيك يعني. ف رح اقول لك على سر صغير، سر للمشاهدين، انه الناس بتحب لما بتتعامل مع الشخص اللي بيشبهها. انت هون ما عم بتقلديهم لما بتجلسي معهم او بتكلمي معهم، بس انت يو ميرور ذم، يعني بتكوني مرايتهم بالتعابير بالاحاسيس، فهن اذا هن قدامك انت حاولي تتشبهي فيهم بانه بنبره صوتهم، باسلوبهم، بمستوى الحديث، بجلستهم. كثير الناس بتحب تتعامل مع الناس اللي بتشبهها، اكيد هيدا هو المفتاح لحتى شو هيك بعض تكسب الناس تكسبيون. والله هذا شيء ممتاز، وفعلا اتمنى التوفيق لكل الناس، وفعلا لانه كثير في شخصيات جميلة، شخصيات رائعة، بس أوقات الأول انطباع يخذلهم ويخسر ممكن وظيفة بسبب هذا الشيء. فإن شاء الله تكون هذه النصائح تكون تفيدهم إن شاء الله. شكرا أماني، يعطيك ألف عافية. بس عندي دائما رسالة أخيرة، تفضلي قولي رسالة. إنه بتمنى من أي شخص هيدي الرسالة الأخيرة، إذا في شخص حاب يتصل فيه يتواصل معه ليطلب السماح لنفسه أولا، يسامح نفسه ويسامح الشخص الآخر، اليوم يعمل هيدا الاتصال مش بكرة. شمعنا اليوم؟ عشان يعني نحن ما بنعرف الدنيا كيف بتكون. اي والله اي والله، فبلا ما نحكم على نفسنا وعلى الاخرين، خلينا نسيسر الامور يعني. خلاص اليوم التليفونات شغاله، كل واحد يستسمح الثاني، ما ناجل التليفون ابدا. يعني هلا يمكن عم بسمع الحديث ومتحمسه جبالي اقعد معكم اجيب فنجان قهوه. يمكن كذا مره انا وساره بمواقف معينه قلنا انا قويه، او يمكن كلمه لما عم تقول انه روحي على غرفه وقولي انا بطله، او انا، فنحن بكثير مواقف قلنا انا قويه لحتى تقدري تواجهي أول موقف بطريقة تكوني قوية فيها. بس بنفس الوقت كمان عندي هيك سؤال أو تعليق على الموضوع، أنه نحن أحيانا لما بكون موضوع كتير بهمنا أو شخص كتير بهمنا نجي بدنا نعمل هذا الانطباع الأول الصح ومنخبص الدنيا على الآخر. يعني بكون نحن مثلا شخصيتنا الطبيعية منيحة، فجأة بنصير بنحكي أكتر، فجأة بنصير كلمزي، أو مثلا ممكن فجأة أقول نكتة أقولي الله كتير سخيفة النكتة اللي حكيتها، بعدين شوي شوي برجع مثلا لحتى اتمالك هذا الموضوع، أنا بحس أنه فعلا يعني بالغت بطاقتي، برجع بقول أنه ما بعرف شو صار لي بس توترت شوي. يمكن انه احكي بحقيقه انه انا فعلا كنت عم جرب اعطي انطباع اول ممتاز لانه كان بيهمني هذا الشخص. هذا يذكرني بالحب ولا ايش يا اماني؟ وهي شوفي كل اللي حكيناه اليوم، كل اللي حكيناه يتعلق بكل علاقاتنا. هو نحن المشكله انه بنحكم على نفسنا قبل ما الاخر يحكم علينا. فبرجع بذكر كثير مهم انه، وهيك بنحسس الاخر انه احنا مسؤولين عن مشاعرنا. طبعا. واول شيء تحسي هيدي المشاعر وين موجوده بجسمك، ايدنتيفايت، القطيه شوفيها وحسيها. من بعد هيك تغلبي على افكارك بانك تشركي افكارك، تقولي لهم انا شو حابه بحس بهالتجربه. اسالي نفسك شو حابه بحس بهالتجربه، على طول بتكوني مسيطره انت على المشاعر يلي متخبطه. هذا اللي يسموه ايموشنال انتليجنس، صح؟ exactly. تتحكمي بمشاعرك. exactly. وكيف تخلي مو مشاعرك اللي تتحكم فيك، انت تتحكم فيها وتتحكم في حياتك. والله شكرا، يبغى لها هذه جلسه طويله اماني. 2021 كلها عن تحكم عن المشاعر لازم تكون.